لطالما عرف عن المطبخ السوري تنوعه وشعبيته بين الأردنيين، ما عزز انتشار المطاعم السورية مع انتقال أبناء الجار الشمالي إلى الأردن. فهذه المطاعم التي تجاوزت 3000 لا تجد صعوبة في تسويق منتجاتها، فالزبائن متوفرون سوريين وأردنيين. يتركز انتشار المطاعم السورية في الأردن في الشمال والوسط، واللافت أنها انتقلت من فئة المطاعم الباهظة الكبيرة التي عرفت بهوية بلدها كالعراقية واللبنانية والصينية واليابانية وغيرها إلى المستوى الشعبي، فصار المطعم السوري بوجباته الشعبية في متناول الجميع وفي أغلب الشوارع الرئيسية للمدن الأردنية. ما حدا غشيم عن وضع الأحداث اللي صارت بسوريا، الله يرجع الأمور مثل ما كانت. اضطرت الناس أنه تطلع تستثمر بريت سوريا، والحمد لله رب العالمين، الله يديم الأمن والأمان على الأردن وعلى الأردنيين كافة يا رب. الأردن يعني إحنا والأردنيين أخوة وشعب متقارب، سوريا والأردن ما في بيناتهم أي فرق. ووفقا للإحصائيات الرسمية لنقابة أصحاب المطاعم والحلويات، فإن استثمارات السوريين عبر المطاعم تصل إلى 100 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 13% من الاستثمارات في هذا القطاع، في حين بلغت نسبة المطاعم التي يملكها السوريون في الأردن 20% من مجمل المطاعم في الأردن. 3000 محل خلال سنتين أو ثلاث، هذا كثير على الأردن، وأصبح يعني أو شكل عبء على المطاعم الموجودة على الأرض. احنا مع المنافسة، مع انه الاقوى والاصلح واللي بيقدم مادة جيدة وصحية وبسعر جيد انه يكون موجود، ولكن مجيء 3000 مرة واحدة هذا عمل كركبة لقطاع المطاعم. بس انا ما بستغرب انه 3000 نسبة الى عدد السوريين اللي دخلوا المملكة الأردنية الهاشمية. ولعل الطريف ان السوريين الموجودين في الأردن لن يجدوا المنظر غريبا، فالمطاعم المنتشرة في المدن الأردنية تحمل ذات الأسماء التي حملتها أشهر المطاعم السورية، وللاجئين في هذا بعض عزاء. أما للأردن على المستوى الاقتصادي فربما يعطي هذا الاستثمار وبهذا الحجم أملا بتعويض الخسائر المتتالية التي ضربت الاقتصاد الأردني نتيجة الحرب في سوريا. بفعل الأزمة في سوريا، آلاف المطاعم السورية افتتحت في الأسواق الأردنية، هي استثمارات تحرك ولو جزئيا عجلة الاقتصاد، وتعمل على توظيف الأيدي العاملة الأردنية والسورية. نايف مشاقبة، سكانيوز عربية، عمان.